وعقب الاجتماع مع قادة الأحزاب السياسية، أكدت رئيسة الوزراء الفرنسية أن الأولوية هي لاستعادة النظام الجمهوري في ظل الاحتجاجات التي تجري في البلاد. Évidemment, cette crise, elle soulève de nombreuses questions et les différents présidentes et présidents de groupe ont eu l'occasion d'évoquer aussi ces sujets. Mais voilà, je pense qu'on aura l'occasion de se revoir, de poursuivre et d'approfondir ces échanges. En tout cas, aujourd'hui, notre priorité, c'est assurer le retour de l'ordre républicain avec le dispositif de maintien de l'ordre maintenu ce soir et puis avec une réponse pénale très ferme. والمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من باريس موفد الشرق أحمد حرز الله. أحمد، أهلا بك. أحمد، حدثنا عن آخر المستجدات وعن اجتماعات ماكرون مع رؤساء البلديات، وأيضا ما هو انطباع الشارع إذا تحرك الحكومة الفرنسية؟ نعم عبد الرحمن، قبل قليل أنهى الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اجتماعه في قصر الإليزي مع أكثر من 200 رئيس بلدية. رئيس ماكرون كان مستمعا فقط، يعني لم يقدم أو لم يتحدث كثيرا، استمع إلى انشغالات رؤساء البلدية الذين طالبوا بتفعيل الشرطة البلدية، إلى تفعيل أيضا جهاز الاستخبارات الذي ربما يستبق أي معلومات أو يستبق أي مخاطر قادمة. استمع الرئيس إيمانويل ماكرون على حجم الخسائر وعلى ما اقترحه رؤساء البلديات لوقف العنف. بعض عديد من رؤساء البلديات طالبوها أيضا بالنظر إلى المشاكل الحقيقية وبإقرار تكافؤ الفرص في العمل في التوظيف لدى كل الشباب أو لدى كل المواطنين الفرنسيين، لأن هناك خلل على ما يبدو في سلسلة التوظيف بين طبعا ما هو أصله فرنسي أو فرنسي من أصول مهاجرة. لذلك كانت هذه إحدى المطالب الكبيرة. بالأمس عبد الرحمن أيضا الرئيس إيمانويل ماكرون اجتمع مع القادة الأمنيين في الشرطة الفرنسية و أصدر تحذيرات بتكثيف المراقبة، تكثيف العمل الاستخباراتي وتطويق الأحياء خصوصا قبيل العيد الوطني الفرنسي المصادف للرابع عشر من هذا الشهر يوليو. إذن هناك أيضا مخاوف من الرئيس الفرنسي أن تتجدد هذه الاحتجاجات في أو عشية اليوم الوطني الفرنسي ليلة 13 من هذا الشهر. هذا هو المجمل ما درسه أو اجتماعات إيمانويل ماكرون سواء مع القادة الأمنيين أو مع رؤساء البلديات الذين طالبوا بكثير من الإجراءات الأمنية التي هي أيضا هي المشهد الآن منذ عدة أيام في فرنسا. شكرا لك من باريس موفد الشرق أحمد حرز الله.